ما حكم قول الرجل ومعتصماه واسلاماه؟ اذا كان على سبيل التمثيل يعني ليس مقصود حاضر للمقصود الاستعاذه به، مقصود يعني ذكر بعض الثقات تمرات سابقا، هذا من باب التمثيل. اما اذا كان معتصما يدعو الميت يستغيث الميت بدأوا يا سيد البدوي يا رسول الله يكون كفر اكبر، يعني اصل الاستغاثه المعتصم وسؤال المعتصم هذا يكون كفر اكبر. اما اذا كان تلك قصد التمثيل بهذا ما قصد لولايه المعتصم موجود وين المعتصم الان نحو هكذا الذي يقصده الناس، ولا يقصد الاستغاثه بالمعتصم ولا ندبه المعتصم حتى يقوم يتوب لهذا الامر، لان يعرف المعتصم قد مات ولا يملك شيئا لنفسه.